السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع المحاضرة الخامسة بعنوان الغشاء الخلوي في الممبرين. سنتحدث في هذه المحاضرة عن بنية الغشاء الخلوي من الناحية الكيميائية. سوف نتعرف كيف يتألف الغشاء الخلوي بصورة أساسية عن الطبقة الشحمية، بالإضافة إلى البروتينات التي تنتشر ضمن الغشاء. بالإضافة إلى البروتينات في الغشاء الخلوي، سوف نتحدث عن النموذج الفسيفسائي للغشاء الخلوي، وأيضا سوف نستعرض كيف تتحرك المكونات الغشائية المختلفة، وكيف يتم انتقال المواد عبر الغشاء من داخل الخلية إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل. للمعلومات الموجودة في هذه المحاضرة يمكنكم الرجوع إلى الصفحات 162 و 193 من كتاب بيولوجيا الخلية. يمكنكم الضغط على هذا المربع أو مسحه من أجل الوصول إلى هذه المحاضرة. مزيد من المعلومات حول بنية الأغشية الخلوية وتركيبها الكيميائي ووظائفها المختلفة يمكنكم الضغط على رابط هذا الفيديو. ما أهمية الغشاء بالنسبة للخلية؟ الغشاء هو عبارة عن الحاجز الذي يمنع مرور المواد من الخارج أو الداخل إلى الداخل، أو خروج المواد من الداخل إلى خارج الخلية، فهو عبارة عن حدود تحد الخلية وتفصلها عن جوارها. يطلق عليه اسم plasma membrane أو cytoplasmic membrane. له عدة وظائف. الغشاء الخلوي له عدة وظائف، فهو يشكل حاجزا حيويا يفصل بين سيتوبلازما الخلية عن المحيط الخارجي، ينظم عبور ومرور مختلف أنواع الأيونات والجزيئات، السكاكر، الأحماض الأمينية وغيرها، من خارج الخلية إلى الداخل كمتطلبات غذائية من أجل طاقة الخلية وحياتها. يحافظ على استقطاب الخلية، أي أنه يحافظ على فرق الشحنة بين خارج الخلية وداخل الخلية، وهذا مهم بالنسبة لوظيفة العديد من الخلايا مثل الخلايا العصبية مثلا. يؤمن استجابة الخلايا للمؤثرات من خلال وجود بعض البروتينات أو بعض الجزيئات الضخمة نطلق عليها اسم المستقبلات. هذه المستقبلات هي تتلقى الإشارات من الخارج وتنقلها إلى داخل الخلية، وبهذه الطريقة تستطيع الخلية التأقلم مع البيئة التي تعيش فيها وتستطيع التفاعل مع المكونات الخلوية الأخرى الموجودة. أيضا ينظم خروج الفضلات بنتيجة استقلاب الخلية، بنتيجة وظائفها الحيوية تنتج مواد ضارة من الخلية، وفي حاجة الخلية أن تطرحها إلى الخارج. يتم مرور هذه المواد عبر الغشاء بشكل مضبوط. ما هو التركيب الكيميائي للغشاء الخلوي؟ يتألف الغشاء الخلوي بصورة أساسية من 40% من المواد الدسمة و 60% من البروتينات. أيضا في بعض النسج الحيوانية وبعض أنواع الخلايا هناك طبقة أخرى من السكاكر التي تكون من الجهة الخارجية، نطلق عليها اسم المعطف الخلوي cell coat. عند النظر إلى الغشاء الخلوي بالمجهر الإلكتروني يمكننا تمييز ثلاث طبقات. طبقة أساسية هذه التي نراها ها هنا هي عبارة عن طبقة مضاعفة لبيدية، جسم المواد الدسمة بسخانة تقريبا 5 نانومتر، وتقسم إلى وريقتين، وريقة داخلية وريقة خارجية، كما لو أنها صفيحتان فوق بعضهما البعض، وهذا ما يشكل لدينا الطبقة اللبيدية المضاعفة. أيضا هناك طبقة يمكننا تمييزها بالمجهر الإلكتروني، هي طبقة بروتينية سخانتها بحدود 2.5 نانومتر. أيضا يمكننا تمييز طبقتين من مادة بروتينية سخانة كل منهما بحدود 2.5 نانومتر، كل واحدة منهما تكون متوضعة على الجهة الخارجية والجهة الداخلية من الطبقة الليبيدية المضاعفة. الفرق بين الطبقة الليبيدية والطبقات الطبقتين البروتينيتين هو أن الطبقة الليبيدية مستمرة، ولكن الطبقتين البروتينيتين غير مستمرتين، بل تأخذان مظهرا فسيفسائيا، أي أن توزعهما ليس منتظم ضمن الغشاء السيتوبلازمي. نظرا لقلة سخانة الغشاء الخلوي فلا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي العادي، ولكن يمكن رؤيته بالمجهر الإلكتروني. سخانته تبلغ بحدود 8 إلى 10 نانومتر، ويمكن رؤيته، ولكن يجب أن نصبغه أولا، أن نضيف إليه بعض الأصبغة التي تستطيع الارتباط به، ومن هذه الأصبغة رابع أكسيد الأوسميوم، ويبدو عندها ثلاث طبقات كما ذكرنا، طبقتان تتلونان بالأوسميوم سماكة كل منهما بحدود 2.3 نانومتر، توضع على جانبي الوريقة الرائقة، لأن الأوسميوم يلون البروتينات، أما الطبقة الرائقة التي هي في المنتصف فهي عبارة عن الطبقة الليبيدية التي شمكتها بين 2.5 إلى 3.5 نانومتر كما تلاحظونها هنا. إذن طبقتين قاتمتين مصبوغتين بالأوسميوم، وهناك طبقة رائقة في المنتصف شفافة
هي عبارة عن الجزء اللبيدي من الغشاء، الجزء الدهني. تنتمي المواد الدسمة الموجودة في الغشاء إلى عدة أنواع من الليبيدات. من أهم هذه الأنواع الفوسفوليبيدات، فوسفوليبيدز، الشحوم الفوسفورية، وهي عبارة عن ارتباط بين حمضين دهنيين مع جزيئة الجليسرول، ثلاثي الكحول، والرابطة الأخيرة من الجليسرول مرتبطة مع زمرة فوسفيت، بالإضافة إلى جذر أميني يختلف بحسب نوع الفوسفوليبيد. هناك أيضا الكوليسترول. الكوليسترول هو عبارة عن جزيئية ثنائية القطب، جزء منها محب للماء وجزء منها الكبير كاره للماء، تكون عبارة عن أربع حلقات عطرية بالإضافة إلى جذر هيدروكربوني. وهذا الجذر الهيدروكربوني هو عبارة عن الجزء الكاره للماء المرن. أما الحلقات الهيدروكربونية الأربعة أو الحلقات العطرية الأربعة فهي عبارة عن الجزء الصلب الكاره للماء أيضا. الفوسفوليبيدات أيضا تمتاز بأنها ثنائية القطب، فلدينا منطقة الجذور ومنطقة الأحماض الدهنية هي منطقة كارهة للماء، أما منطقة الزمرة الفوسفاتية والجذر الأميني فهي عبارة عن المنطقة أو الرأس المحب للماء. إذا تخيلناها بهذا الشكل نلاحظ أن هذا هو الرأس المحب للماء، عبارة عن الفوسفات والجذر الأميني، وهذه هي الأذرع الأحماض الدهنية. نلاحظ أن أحدها مستقيم والآخر له انثناء. المستقيم هو نتيجة أن هذا عبارة عن حمض دهني مشبع، أما هذا فهو عبارة عن حمض دهني غير مشبع. وغير مشبع يعني أن لديه رابطة مضاعفة بين ذرتي كربون، وهذه الرابطة المضاعفة هي التي تسبب انحناء الجزيء. لدينا أيضا الشحوم المعتدلة نيترال ليبيدز، ولدينا أيضا الشحوم السكرية جلايكوليبيدز، ولدينا أيضا السفنجوليبيدات سفنجوليبيدز، وكلها أنواع مختلفة من المواد الدهنية التي تكون موجودة ضمن الغشاء. الفوسفوليبيدات تنتمي معظم المواد الدسمة المتركزة بوقف أغشية الخلية إلى الفوسفوليبيدات، هي المكون الأساسي الموجود في الأغشية. والفوسفوليبيدات تتألف من جزيئة الجليسرول ثلاثية الكربون، مرتبطة كل منها مع هيدروكسيل، ولكن عند دخولها في بنية الفوسفوليبيد تتحول هذه الزمر الهيدروكسيلية نتيجة ارتباط نزع الماء، وترتبط الزمر الهيدروكسيلية الأولى مع حمض دهني والزمر الهيدروكسيلية الثانية مع حمض دهني آخر، قد يكون هذا الحمض الدهني مشبع أو غير مشبع لا خلاف. أما بالنسبة للهيدروكسيل زمرة الهيدروكسيل الثالثة ترتبط مع زمرة فوسفات، إذا ترتبط إليها في الموقعين واحد واثنين سلسلتان من الأحماض الدسمة. أما الموقع الثالث يرتبط بزمرة فوسفات، إذا هذه واحد واثنين أحماض دسمة والموقع الثالث يرتبط بزمرة الفوسفات. وغالبا ما يرتبط إلى زمرة الفوسفات أساس العضو، هذا الأساس العضوي الذي تحدثنا عنه، وهو الذي يختلف من بين أنواع الفوسفوليبيدات المختلفة. ممكن أن يكون كولين، ممكن أن يكون سيرين، ممكن أن يكون إيثانولامين، وهي جميعها وظائف مختلفة. تسمى هذه الفوسفوليبيدات عندها بحسب الأساس الأزوتي. فمثلا فوسفاتيدين عندما يكون هذا الأساس الأزوتي هو عبارة عن كولين يصبح اسمه فوسفاتيديل كولين. أما إذا كان شيرين فيصبح فوسفاتيديل شيرين وهكذا. الفوسفوليبيدات هي عبارة عن جزيئات ثنائية القطب. فيها جزء محب للماء هيدروفيليك، وهو الجزء الفوسفات والأساس العضوي، وهو فيها جزء غير محب للماء أو غير قطبي نون بولار أو كاره للماء هيدروفوبيك، وهذا الجزء هو الذي يضم أرجل الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة. إذا هذه هي البنية بالنسبة للفوسفوليبيدات ثنائية القطب، لديها جزء محب للماء وهو رأس الفوسفات بالإضافة للأساس الأزوتي المرتبط به، بالإضافة إلى الجزء الكاره للماء وهي عبارة عن الأحماض الدهنية المختلفة المرتبطة مع جزيئة الجليسيرول. هذه هي أنواع الفوسفوليبيدات المختلفة. هذا هو عبارة عن فوسفاتيديل إيثانولامين، وهذا عبارة عن فوسفاتيديل شيرين، الجذر العضوي هنا هو عبارة عن شيرين، هذا هو الفوسفاتيديل كولين، وهذا هو سفنجوميلين، وهو نوع آخر من الليبيدات فيه زمرة فوسفات وفيه كولين، جذر عضوي هو الكولين. الاختلاف هو بدل أن يكون لدينا جليسيرول وحمضين دهنيين مرتبطين به يكون لدينا كحول مختلف يطلق عليه اسم سفنجوزين. هذا الكحول السفنجوزين يرتبط مع زمرته الأمينية بحمض دهني، يشكل هذان الذراعان الجزء الكاره للماء، أما الرأس الفوسفاتي والزمرة العضوية فهي تمثل الرأس المحب للماء. بصورة تلقائية عندما نضع الفوسفوليبيدات ضمن وسط مائي فإنها تشكل طبقة ثنائية. السبب
أنها عندما تكون موجودة في هذا الوسط المائي ونتيجة تزاحم جزيئات الماء معها، فإن هذا يدفعها إلى التكدس على بعضها البعض، بحيث تكون المنطقة أو الأجزاء الكارهة للماء من الفوسفوليبيدات باتجاه الداخل بعيدا عن جزيئات الماء، وعلى تماس مع الوسط المائي من الخارج ومن الداخل تكون الأسطح أو الرؤوس المحبة للماء، وهي رؤوس الفوسفات والجذور العضوية. وبهذا تشكل لدينا بنية ثنائية الطبقة، من الخارج الفوسفوليبيدات وإلى المركز أرجل الأحماض الدهنية. نتيجة هذه البنية عندما تشكل بشكل صفائح لابد أن تنغلق على نفسها في النهاية وتعطي الشكل الكروي، وهذا الشكل الكروي لا يكون مصمتا من الداخل، ولكن يمكن أن يكون حتى يحتوي على الوسط المائي من الداخل. إذا في الحالة العادية عندما تكون مادة دهنية كارهة للماء وليس فيها طورين، طور محب للماء وطور كاره للماء، عندما نضعها في وسط مائي فإنها يحدث نوع من التنافر بين جزيئات الماء وجزيئات هذه المادة الكارهة للماء، وتحاول الابتعاد أقصى قدر ممكن عن جزيئات الماء حتى تخفض الطاقة الحرة بين جزيئاتها في جزيئاتها، وهذا يؤدي إلى انفصال الطورين كما هو الحال عندما نضع الزيت في كأس من الماء. نلاحظ كيف انفصل طور الزيت عن الطور المائي. هذا بالنسبة للمادة الدهنية الكارهة للماء بالكامل. ولكن عندما تكون كما ذكرنا أنها من نوع الأمفيباثيك، أي أنها ثنائية الطور، لديها جزء محب للماء وجزء كاره للماء كما هو الحال في الفوسفوليبيدات، أي أن لديها رأس محب للماء ولديها ذيل كاره للماء كما هو الحال هنا بهذه الطريقة، نلاحظ أنها تتجمع الأجزاء الكارهة للماء الهيدروفوبيك بعيدا عن الماء، وتبقى الأجزاء المحبة للماء على تماس مع الوسط المائي أو جزيئات الماء. يمكنها عندها هذه الأجزاء أن تتآثر مع جزيئات الماء وترتبط معها. ممكن أن تتخذ وضعيتين، ممكن أن تتخذ وضعية كروية مصمتة بحيث تكون الأجزاء الكارهة للماء في المركز تماما وتكون الأجزاء المحبة للماء مغلفة لها من الخارج، أو ممكن أن تتخذ شكل ثنائي الطبقة بحيث تكون الرؤوس المحبة للماء باتجاه الوسط المائي من الجهة ومن الجهة الأخرى، أما الأجزاء الكارهة للماء فتكون متجمعة باتجاه مركز هذه هاتين الطبقتين الثنائيتين، وهذا هو شكل الغشاء. يكون تجمع ذيول الكارهة للماء مختلفا بحسب تكوين الجزيء. إذا كان الجزيء الكيميائي ثنائي القطبية، طبعا نتحدث عن جزيئات ثنائية القطبية، أي أن فيها جزء كاره وجزء محب للماء، إذا كان لديه رأس واحد محب ورأس كاره أو ذيل كاره غير قطبي، عندما يكون قطبي هو محب للماء، عندما يكون غير قطبي فهو كاره للماء، لأن الماء جزيئاتها قطبية، وبالتالي الجزيئات التي يجب أن تكون محبة للماء يجب أن تكون لها نفس الطبيعة قطبية أيضا. عندما يكون لدينا الجزيء لديه رأس محب للماء رأس قطبي وذيل غير قطبي ذيل واحد، تتشكل البنية الكروية التي تحدثنا عنها ويطلق عليها اسم المذيلة micelle. أما عندما يكون لدينا الجزيء ثنائي القطبية لديه رأس قطبي وذيلين كارهين للماء كما حالة الفوسفوليبيدات، فعندها تتشكل تلقائيا طبقة ثنائية الجزيئات ثنائية الطور كما هو الحال بالنسبة للأغشية الخلوية، طبقة الفوسفوليبيدات الأغشية الخلوية. لنراجع بعض المعلومات التي تحدثنا عنها في الشرائح السابقة. إذا ذكرنا أن عند وجود المواد ثنائية للطور ضمن وسط مائي فإنها سوف تتجمع على شكل طبقتين، الطبقتين بحيث تكون الأوجه التي على تماس مباشرة مع جزيئات الماء هي الجزء المحب للماء القطبي من الجزيئات، أما الأوجه الداخلية أو الأجزاء الداخلية من هذه التكوينات تكون من طبيعة كارهة للماء كما هو الحال في الأحماض الدهنية من بنية الفوسفوليبيدات. بعد ذلك عندما تستمر هذه الوريقات بالتمدد ضمن الوسط المائي سيؤدي هذا في النهاية إلى تشكل بنية كروية. تخيل الأمر كما هو الحال كفقاعة الصابون. إذا كان لدينا الجزيئات ثنائية الطور، أي لديها جزء محب للماء وجزء كاره للماء، جزء قطبي وجزء غير قطبي، جزء هيدروفيلك وجزء هيدروفوبيك، عندها تتشكل على شكل بنية كروية نطلق عليه اسم المذيلة أو المايسل، يكون من الوجه الخارجي الجزيئات أو الأقسام المحبة للماء وفي المركز الذيول الكارهة للماء. أما إذا كانت على شكل لها رأس قطبي ولها ذيلين
غير قطبيين، أي أن لها رأس محب للماء وذيلين كارهين للماء، فإنها تتوضأ على شكل بنية صفائحية مضاعفة الطبقة بالهير، بحيث تكون الرؤوس المحبة للماء باتجاه الوسط المائي من الأعلى والأسفل أو من الداخل والخارج، والمنطقة المركزية من بنية هذه الصفيحة المزدوجة تكون متألفة من الذيول الكارهة للماء وهي الأحماض الدهنية. إذن ضمن بنية الغشاء السيتوبلازمي، وهذه هي بنية الغشاء السيتوبلازمي، ولكننا نستعرضه بشكل جانبي. ممكن هذه أن تكون الوسط المائي داخل الخلية وهذا الجهة الوسط المائي خارج الخلية. في الحالتين فإن الذي يكون على التماس مباشر مع جزيئات الماء في الوسط داخل أو خارج الخلية هي عبارة عن رؤوس الفوسفات بالإضافة إلى الزمرة أو الجزيئات العضوية. أما أذرع الأحماض الدهنية الهيدروكربونية الكارهة للماء فتكون مغروسة في مركز الغشاء من هذه الجهة ومن هذه الجهة، وهذه المنطقة تكون عبارة عن منطقة كارهة للماء غير قطبية هيدروفوبيك. لهذا نقول أن بنية الغشاء، هذا هو الغشاء، هو بنية مضاعفة ليبيد بيلير، لأنه يتألف من ارتصاص فوسفوليبيدات من هذه الجهة وارتصاص فوسفوليبيدات من الجهة الأخرى، وهذا الحاجز عمليا يمنع مرور المواد المحبة للماء لأن مركزه مركز كاره للماء، وبالتالي كل المواد أو الجزيئات الكبيرة المحبة للماء لا يمكنها المرور عبر الغشاء مباشرة، يجب أن يكون مرورها بطريقة معينة من خلال بوابات. من أمثال هذه الجزيئات التي تكون محبة للماء ومحلة بالماء ولا تستطيع العبور من الغشاء مثل البروتينات والإنزيمات والمواد الوراثية والنيوكليوتيدات وغيرها من الجزيئات، وهذا مفيد بالنسبة للخلية لكي تحتفظ بهذه المواد وتتحكم بعملية مرورها لا أن تمر بصورة تلقائية وعشوائية عبر الغشاء. تتركز جزيئات الكوليسترول أيضا بشكل متوازن مع الفوسفوليبيدات ضمن الغشاء. هذا هو الغشاء مرة أخرى، عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبيدات، الرؤوس الفوسفاتية باتجاه الخارج والأرزجول أو الذيول الأحماض الدهنية بتكون باتجاه الداخل، عبارة عن طبقتين. لاحظوا كيف أن الكوليسترول يكون متوضع بين الفوسفوليبيدات المشكلة لهاتين الطبقتين، ولكن بتنظيم محدد. يكون الرأس القطبي من الكوليسترول، الرأس القطبي هو عبارة عن زمرة الهيدروكسيل الموجودة هنا، هذا هو الجزء الوحيد القطبي من جزيئة الكوليسترول بالكامل. كل ما تبقى من الكوليسترول هو جزء كاره للماء، هذا هو، فيه منطقة صلبة وهي عبارة عن حلقات عطرية، والمنطقة المرنة وهي عبارة عن السلسلة الهيدروكربونية أو ذيل الهيدروكربون. فبالنتيجة يكون الرأس القطبي بجوار الرؤوس القطبية للفوسفوليبيدات، بجوار الفوسفات. أما المنطقة الكارهة للماء فتكون مغروسة بين الذيول أو ذيول الأحماض الدهنية. يشكل الكوليسترول نسبة 9% تقريبا من المواد الدسمة في الغشاء الخلوي، ويعطيه نوعا ما الصلابة والمقاومة. نتيجة وجود الكوليسترول بين جزيئات الفوسفوليبيدات، الجزيئات الفوسفوليبيدات تتحرك بحرية بين بعضها البعض، لا يوجد قوة ارتباط ثابتة بينها، وإنما هي مغروسة ويجمعها فيما بينها فقط كرهها لجزيئات الماء التي تحيطها من كل جانب. لذلك فهي تستطيع أن تتحرك بسهولة بين بعضها البعض وتستبدل أماكنها مع بعضها البعض، ولكن وجود الكوليسترول بينها كما لو أنه نوع من العائق الذي سوف يمنع هذه الحركة السهلة. لذلك نقول أن وجود الكوليسترول في الغشاء سوف يؤدي إلى زيادة صلابته ويخفض من مرونته، وهذا ما نجده في أغشية الشبكة السيتوبلازمية الداخلية وجميع أغشية العضيات التي يتطلب أداؤها لوظائفها المرونة والليونة. تكون في هذه العضيات تكون نسبة الكوليسترول نسبة قليلة جدا، حتى تستطيع هذه العضيات أن تكون مرنة أكثر وتؤدي وظائفها بصورة أفضل. أما بالنسبة للغشاء السيتوبلازمي الخارجي فيكون لديه نسبة كوليسترول أفضل لأنه لا يتطلب كل هذه المرونة. في خلايا شوان تحتوي أغشيتها أعلى نسبة من الكوليسترول مقارنة مع جميع خلايا الجسم، وهي بذلك تشكل طبقة عازلة insulating layer حول محور الخلايا العصبية والعصبونات. ولذلك فإن وجود الكوليسترول في أغشية خلايا شوان له أهمية لهذه النسبة المرتفعة، له أهمية وعلاقة في وظيفتها العازلة. هذا هو العصبون، الخلية العصبية، هذا هو جسم الخلية العصبية، وهذا هو العصبون، يكون مغلفا بخلايا شوان التي تفرز غمض النخاعين من أجل العزل للمحور. كما ذكرنا هذه بنية الكوليسترول، يتألف من حلقات عطرية، رأس الهيدروكسيل بالإضافة إلى الذيل الهيدروكربوني الكاره للماء اللا قطبي، يطلق عليها اسم المنطقة المرنة، وهذه المنطقة هي المنطقة الصلبة.
هذه المنطقة تكون مغروسة بالغشاء من الداخل، والرأس القطبي الذي هو عبارة عن لبنة الهيدروكسيل تكون على تتوضع بشكل متوازي مع رؤوس الفوسفيت التي تكون من الفوسفوليبيدات، وهي الجزء المحب للماء. أيضا ضمن بنية الغشاء هناك الشحوم السكرية جلايكوليبيدز، ويطلق على هذه الشحوم السكرية اسم سيربروزيدات، تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، وهي تحتوي بدل الفوسفات، بدل رأس الفوسفات، تحتوي على مجموعة سكرية بسيطة، وهي تحل محل المجموعة الفوسفاتية. أهم ما يجب أن تعلموه أن هذه السكاكة تكون بالعادة باتجاه الوريقة الخارجية من الغشاء، لا توجد على الوريقة الداخلية التي على تماس مع السيتوبلازم، وإنما تكون على تماس مع الوسط الخارجي من الخلية، تكون السكاكة دائما موجودة باتجاه الخارج. من جهة أخرى يكون توزع الفوسفوليبيدات لا متناظرا asymmetrical في معظم مناطق الغشاء الخلوي في عدد من الخلايا مثل كريات الدم الحمراء مثلا. بعض الفوسفوليبيدات، بعض أنواع الفوسفوليبيدات التي تختلف كما ذكرنا عن بعضها البعض بالجذر العضوي الذي يكون مرتبطا بالفوسفات. هناك بعض أنواع الفوسفوليبيدات مثل فوسفاتيديل إيثانولامين والفوسفاتيديل سيرين تكون موجودة في الوريقة الداخلية، أي بالوجه الداخلي من الطبقتي الغشاء المقابلة للجزء السيتوبلازمي، بينما تميل جزيئات أخرى من الفوسفوليبيدات مثل الفوسفاتيديل كولين والسفينجوميلين للوجود إلى الوريقة الخارجية من الغشاء، تكون على الوجه الخارجي من الغشاء. ولهذا الأمر أهمية كبيرة من الناحية البيولوجية وتطبيقات متعددة. على سبيل المثال، بسبب التوضع شبه الكلي للفوسفاتيديل شيرين في الوريقة الداخلية للغشاء، لأن الفوسفاتيديل شيرين يكون دائما باتجاه الداخل، تطغى الشحنة السالبة على الوجه السيتوبلازمي للغشاء بالنسبة للشحنة الأكثر إيجابية للوريقة الخارجية. الفوسفاتيديل شيرين مشحون بشحنة سالبة، لذلك تكون شحنة الوريقة الداخلية من الغشاء سالبة مقارنة مع الشحنة الموجبة الموجودة في الوريقة الخارجية. وهذا له أهمية كبيرة، يرتبط أنزيم البروتين كيناز سي من النوع سي على الوجه السيتوبلازمي فقط، ولا يرتبط من الوجه الخارجي نظرا لأنه يحتاج إلى الشحنة السالبة حتى يرتبط بالغشاء. أيضا يتوضع الفوسفاتيديل إينوزيتول، وهو أيضا نوع من أنواع الفوسفوليبيدات في الوريقة الداخلية فقط. أن الفوسفاتيديل إينوزيتول يكون بالوجه الداخلي من الغشاء، تأتي بعض الكينازات تقوم بفسفرته، وبالتالي هذا يسمح بالعديد من الأنزيمات الأخرى أن تأتي وتتثبت عليه على زملة الفوسفات التي أضيفت إليه، تأتي العديد من البروتينات الوظيفية والأنزيمات وتتثبت عليه كمرحلة من مراحل تنشيطها. يحتوي الغشاء الخلوي على أنزيم الفوسفوليبيد والفوسفوليباز سي، والذي يقوم بتفكيك الفوسفاتيديل إينوزيتول في الوريقة الداخلية للغشاء، محررا جزءا من الشحوم الفوسفورية، ويقوم بتحريض خروج الكالسيوم من مخازنه في الشبكة السيتوبلازمية الداخلية إلى العصارة الخلوية، ومن ثم تفعيل الخلية سيل اكتيفيشن. وهذا يحدث في الخلايا العضلية، الذي يحدث أن الفوسفوليباز يقوم بشطر جزء من الفوسفاتيديل إينوزيتول الذي هو موجود في الوريقة الداخلية. هذا الجزء يذهب ويرتبط بمستقبلات له على فهريج الكالسيوم التي هي نوع من أنواع الشبكة السيتوبلازمية الداخلية للنشام. نتيجة ارتباطه بهذه المستقبلات تنفتح بوابات، ويؤدي ذلك إلى مرور الكالسيوم من هذه الفهريج إلى داخل السيتوبلازم، ويؤدي ذلك إلى التقلص العضلي، ارتباط ألياف الأكتين والميودين مع بعضها البعض والتقلص العضلي. وهذا يتطلب وجود الفوسفاتيديل إينوزيتول الذي يكون على الوريقة الداخلية. يمكن ملاحظة لا تناظر في توزع أنواع الفوسفوليبيدات في الخلايا الحيوانية الميتة عن تلك الحية. هذه خاصية يتيحها بعض أنواع التقانات التي تستخدم من أجل الكشف بين الخلايا الميتة والخلايا الحية، أو الخلايا التي تعاني من الموت الخلوي المبرمج الذي يطلق عليه اسم الأبوبتوزيس. كيف يتم ذلك؟ نتيجة عملية الموت المبرمج يؤدي إلى انتقال الفوسفاتيديل شيرين من الوريقة الداخلية إلى الوريقة الخارجية. ذكرنا أن الفوسفاتيديل شيرين المشحون سالبا يكون حصرا في الوريقة الداخلية، ولكن نتيجة الموت الخلوي المبرمج يحدث انقلاب للمناطق من الغشاء، فيخرج أو فيتبدل موقع الفوسفاتيديل شيرين على إلى الوريقة الخارجية. نتيجة وجوده على الوريقة الخارجية بدون أن يتدمر الغشاء وبدون أن تتدمر بنية الخلية، تبقى الخلية على حالها، ولكن فوسفاتيديل شيرين بدل أن يكون إلى الداخل يصبح إلى الخارج. عندما يصبح إلى الخارج يمكن أن نستخدم بعض الأصبغة التي يمكنها أو البروتينات التي يمكنها الارتباط بهذا الفوسفوليبيد، وهذا يؤدي إلى كشف هذه الخلايا على أنها خلية متماوتة أو ميتة. ويؤدي ذلك أيضا دورا مهما في تفعيل خلايا البالعات كبيرة. عندما ترى الخلايا البالعات وجود الفوسفاتيديل شيرين على الخارج، وجود الشحنة السالبة أصبحت على الخارج، فهذا يعني بالنسبة لها أن هناك شذوذ بهذه الخلية ويجب عليها أن تبتلعها وتلتهمها. السفينجوليبيدات تختلف عن الفوسفوليبيدات العادية في
في أن الكحول الذي يدخل في تركيبها ليس الجليسرول، ليس الجليسرول ثلاثي الكحول، وإنما هو عبارة عن نوع من الكحول يطلق عليه اسم أسفنجوزين. هذا الكحول عندما يرتبط من خلال زمرته الأمينية مع حمض دهني فإنه يعطي مركبا يطلق عليه اسم السيراميد. السيراميد هو عبارة عن نوع من أنواع الليبيدات التي تكون موجودة في الأنسجة النباتية الحيوانية. إذا أضيف إلى السيراميد الزمرة الفوسفاتيدية مع الكولين أو الفوسفوكولين، يطلق عليه اسم الفوسفوكولين، عندها يطلق على هذا الجزيء اسم أسفنجوميلين. أسفنجوميلين يكثر بصورة أساسية في النسج العصبية. إذا يتألف من السفنجوزين التي ترتبط مع حمض دهني، وهذا عندما ترتبط أيضا مع فوسفو كولين، عندما ترتبط مع فوسفو كولين لأنها تعطي السفنجوميلين. وأحيانا قد يستبدل السفنجوميلين بسكر فنصبح أمام السيربروزيدات، وهي عبارة عن الجليكوليبيدز أو السكاكر الدهنية، تكون موجودة أيضا في الغشاء. في كل الأحوال أنواعها المختلفة من السفنجوليبيدات هي عبارة تكون بالوريقة الخارجية من الطبقة الليبيدية المضاعفة. خصائص المواد الدسمة الغشائية ودورها: تؤدي هذه المواد الدسمة باختلاف أنواعها، سواء كانت فوسفوليبيدات أو سفنجوليبيدات أو كوليسترول وغيرها، تؤدي دورا هاما في موضوع ميوعة وسيولة الغشاء الخلوي، الفلويديتي، درجة المرونة التي يتمتع بها الغشاء الخلوي. فعندما تغيب الروابط المضاعفة في الأحماض الدهنية المشكلة للذيول في الفوسفوليبيدات، وهذا يؤدي إلى أنها تصبح مشبعة، أي عندما تصبح الأحماض الدهنية المشكلة للفوسفوليبيدات مشبعة فإنها تكون قابلة لأن تتكدس على بعضها البعض، وهذا يخفف من الميوع. أما عندما تزداد الروابط المضاعفة وتزداد هذه الجزيئات المنحنية، هذه الانحناءات، فهذا يمنع التكدس وبالتالي يزيد المرونة. هذا الشكل هنا مرن، أما هذا الشكل فيكون قليل المرونة نتيجة تكدس جزيئات الفوسفوليبيدات على بعضها البعض واتصالها على بعضها البعض، أما هذا الشكل فيكون مرن. أيضا وجود الكوليسترول يؤدي أيضا إلى تخفيف من المرونة وزيادة صلابة الغشاء، لأنه يمنع الحرية في الحركة بين الفوسفوليبيدات المتجاورة بين بعضها البعض. وكلما زاد الكوليسترول في الغشاء فإن هذا يؤدي إلى زيادة صلابة هذا الغشاء. درجة الحرارة أيضا تؤدي إلى، عندما ترتفع درجة الحرارة تزيد المرونة، مرونة الأغشية نتيجة الطاقة الحركية. أما عندما تنخفض درجة الحرارة فهذا يؤدي إلى انخفاض مرونة الأغشية وتكدسها على بعض، لأنها مادة دهنية بالنهاية، يؤدي إلى تكدسها على بعضها. لذلك الحيوانات أو النباتات عند قدوم فصل الشتاء تستبدل فوسفوليبيدات، تستبدل الأحماض الدهنية المشبعة بأحماض دهنية غير مشبعة من أجل التخفيف من تكدس هذه الجزيئات على بعضها البعض، أي من أجل أن تزيد من ميوعة هذه الأغشية وتزيد من مرونتها. لذلك هذه الكائنات نباتات تقوم بزيادة الفوسفوليبيدات الحاوية على الأحماض الدهنية غير المشبعة عندما يقترب فصل الشتاء، تقترب فصل البرودة، من أجل زيادة المرونة والغشاء. بدون مرونة الغشاء لا تستطيع الجزيئات أن تمر، وهذا يؤثر على وظائف الخلية بالمجمل. شكرا لأصدقائكم.